احتفلت رعية القديس شربل المارونية بعمان بعيد مارمارون الناسك بقداس احتفالي ترأسه المطران موسى الحاج النائب البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن والأراضي المقدسة، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة وممثلين من مختلف الكنائس المحلية. إلى التفاصيل. احتفلت رعية القديس شربل المارونية في عمان بعيد مارون الناسك بقداس احتفالي ترأسه المطران موسى الحاج النائب البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن والأراضي المقدسة، بمشاركة المنسنيور غازي الخوري كاهن الرعية والأب سامر زكنون الكاهن المساعد وشمامسة الكنيسة وجمع غفير من المؤمنين. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل أعطياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. حضر القداس المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك، والنائب البطريركي للاتين في الأردن المطران ويليام الشوملي، ومستشار السفارة البابوية في عمان المونسنيور ماورو لالي، ولفيف من الكهنة والراهبات من مختلف الكنائس المحلية، وشخصيات رسمية وشعبية. وفي عظة القداس التي ألقاها سيادة المطران الحاج تحدث خلالها عن فرح هذا اللقاء في ليلة عيد القديس مارون أبي الكنيسة المارونية ومسيرته الإيمانية الروحية العطرة وخدمته الصادقة التي شع منها نور الإيمان والمحبة في المعمورة، متذرعا في طلبته أن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة وأن يعم السلام العالم أجمع. ومعاونيه القديس مارون لا يخص جماعة دون سواها، وهو صنو الآباء والقديسين جميعا، يقرب الناس من ربهم ويدعوهم إلى اكتشاف صوته تعالى في ضمائرهم أيا كان دينهم أو المذهب الذي إليه ينتمون. وعن القديس مارون يقول المؤرخ تيودوروس القرشي في القرن الرابع، يقول: لقد ذاع صيت مارون في الأقطار، وبات الناس يتهافتون من كل مكان إلى حيث كان منسكه في العراء، فأجرى الله على يده شفاءات كثيرة وقاد متلمسي هدى ربهم إلى الطريق القويم، فتبعه نساك كثيرون حذوا حذوه وما يزالون إلى الآن. حيث يوجد في لبنان اليوم أكثر من 10 نساك موزعين من الشمال إلى الجنوب، يسيرون على خطاه في مسيرة لم تنقطع يوماً والتي تجددت بقوة مع القديس شربل المخلوف. راجين لكم على الدوام رعاية الله القدير وفيضاً سخياً من نعمه وبركاته، طالبين منه أن يحمي الكنيسة من الأخطار الداخلية والخارجية، فنبقى ملتزمين بفضائله، مرددين ما جاء في صلاة الزياح: تشفع لشعبك
حتى يكون شهيدا لإيمانه لا يخون. ألا باركنا الرب وبارك كنائسنا والأردن العزيز ملكا وحكومة وشعبا بنعمة الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد آمين. وعقب القداس ألقى المنسنيور الخوري كلمة تحدث خلالها عن مشروع بناء الكنيسة المارونية المزمع تشييدها في موقع المقطس، شاكرا جلالة الملك عبد الله الثاني على تبرعه الشخصي بقطعة الأرض التي منحها للكنيسة، حيث وضع حجر الأساس غبطة البطريرك مار بشار الراعي في زيارته الأخيرة للأردن، راجيا من الجميع تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاز هذا المشروع الكبير، مشيرا إلى أن العمل بهذا البناء سيبدأ في الأيام القادمة. وبعد القداس توجه الجميع لتبادل التهاني بهذه المناسبة الروحية في صالة الكنيسة.